تحت شعار من أجل انعاش عقاري مواطن، نظمت جمعية المنعشين العقاريين بمدينة القنيطرة المغربية المعرض الجهوي الأول، وبتعاون مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة بمشاركة عدد كبير. لقينا الإقبال تبارك الله من مدينة كازابلانكا، هي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، لقينا من الرباط، بيجونا من الخميسات، من طنجة، في إقبال على هذا الشيء وحبذوا هالفكرة هذا، مما جعلنا أنه نعمل افتتاح أكبر ورسمي للشركة ونمتد بمجال أكبر بالمملكة المغربية على نفس النظام إن شاء الله تعالى. جاءت فكرة المعرض الجهوي بالقنيطرة من حيث المساحة الواسعة منها الزراعية وعقارية البناء، بالإضافة إلى قربها من العاصمة المغربية حيث تبعد عن العاصمة حوالي 40 كيلومترا شمال الرباط، وكذلك تشهد المدينة نموا سريعا في مجال البناء والتطور. بالنسبة للمواطن نحن وقت الضيافة ومن المطسي تشرفنا على المشتغل.